القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو كان لي من الأمر شيء لوليت القاسم بن محمد الخلافة قاله عمر بن عبد العزيز أيا سيدا يروي لو كان لي هدو يسوك نالا من الأمر أمر كحجيس شيء لوليت وأنت ولسين لها القاسم بن محمد الخلافة ندي بالهوى هل أتاك مكوي مدبور شيخ النواء هذا التابعي الجليل تابعي وين جليل كأخبارتي سوما كسوغارتي إنه أصغ فتن وي نندل يرى وي جمع المجد يعني وناقي إيا شرفت بو كل مي من أضرافه كلها دمان تيدو دن شرف يعني وحيا هيدو دن بو كلان سدي حتى لم يفتو إلا ونكتغل من حقيس شيء وحي يعني مجد إيا شرفه كتغي بماله فأبوه أبيه محمد بن أبي بكر الصديق واي وأمه هو يدين بنت كسرى كسرى ننكي لأورنجر يا ضلي وي آية يزد جردة ننكي لأورنجر وابغل كفارس وي آخر ملوك الفرس ويعني ننك استوى فارس حكومة يعني كسرى لأورنجر موتى سيدا ننك استوى رون حكومة مدح أنه قيصر لأورنجر حوشن ان الله ننك يعني حكومه دنا وحا لورنيا نجاشي marka magac madaxdo dhan ay lahaayeen buu haye marka dumulugta faris oo dhan ba kisra loo oran jiray yaani kisra dalay gowda kisraana marka wuxuu aha yasta jurda ninka la yiraado aakhiru mulukil furs way wa ammatuhu eedadi ninka an eedadi aayishatu way umul mu'minin wa huwa asagu fawqa dhalika kullihi intaas oo dhan wuxuu ku yaani wuxuu ku sii darsado ka yaani uu aha قد توجه أمته مدحي سميد قليب أها بتاج التقاية والعلم عبصد إلهي إيا أقونت أيو يعني التاج كدكتي ومدحي سقليب أفتحسب من ملايني سهدوى أن فوق هذا المجد شرفت أيده نوع مجدا شرف إني ساي يتنافس فيه المتنافسون كو ترتمي أيو ترتموي شرف مدى أكدر رئيسا مقيمة انت أكبضان وددك ترتبائي وترتبان مياه جرتابك ملينيسا واميو ذلكم كين ناس ننك سفر عليه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق واي أحد فقهاء المدينة السبعة نوانك فقهاء المدينة الأورنجرية تدور أهاب كم ذا واي فقهاء المدينة السبعة هم سعيد بن مصير يو عروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي يعني وخارجة ابن زيد وسليمان بن يسار وعبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم بن محمد بن أبي بكر تدور عن نبا وحل أورنجر فقهاء المدينة السبعة وأفضل أهل زمانه بها علما حق علمنا يعني زمن كيسي يعني نك أوفض لبضن بها قاسم بن محمد بن أبي بكر يعني وأحدهم بوهادهنا وأحدهم لمنك يعني أم أهل الزمن كيسا ننك أغود ريوها يعني ذهنا حق قرشد إيا أقوانتي يفهم دوان وأشدهم بوهامتك أغود رن ورعا يعني حق حلال ميرت كوان فتعالى قال ابو الشيخ نبدا باللون قصة حياته من أولها ولد القاسم بن محمد والله دلي في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لكن الطفل صغير عنه قيرا ما كاد موسى السجن يدرج إنه صبحه في عشه قريس إنه كصبحه ويعني وقت الله وقعه مركز عنه قيرا ومركز قريس كصبحه ونوضه حتى عصفت إلا ضبطيه في ديار المسلمين مسلمين تداره دي ودن كودي وحاكور ضبطي ريح الفتنة فتنة الضبيشة يدبك عدي ألهو جاي أشديد أدرنيدو فاستشهد الخليفة العباد فاستشهد وحال الدلي وشهد الخليفة خليفك العباد عبادة بدنا الزهاد زهدك بدنا زاهدك أها ذو النورين لأورنجري يعني وعثمان بن عفان لبدا النور صاحبك ذو النورينها وهو الحال هو أصغو منحن يعني متاغي بسلبه دبر كيس على اجزاء القران
أسوى يعني دبر كيسة سدى قرآن كأخرين ديسة وقتاقنا وقرآن كأخرين يا إيال لديليو أسوى وليبا صومن بالدلي أسوى صومن يا لديلي معايا لها بينك أبينك كور ري أيوم مركا النبي الرؤيكو أركي عليه الصلاة والسلام مركي يعني انتي لا يعني لحري دارتي سلسكو حري ودور بري لوها يعني بيه حتى اللو ديدي بيه حتى اللو ديدي أكي يعني انتو ماشا كسو مدحا كرسو بحيبو ضدك الله عدليو يعني وحي نمر خاتم مكتهين إلهي بان دين كود داريه إنو الرسول كو إلى عليه الصلاة والسلام عيل كاس يعني مدينة كو يالي بن معوني يا قضيو فله الجنة وأنيق أن يعني بسلب مالي مال كيغا خالص كان كو قضيو مسلمين تانو وقفي نعم بي لالي جيش العسرة مالنكي يعني دقالك تبوك اللو بحي نبي قو إنو يريا يعني بحينا يو مركا أنو أن عيدا كاسا بحيو أم ببحيي وقاليد فرب ذنبو مالكا بحيي العقن هو بحيي سيد عثمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام آت أرى للنقضي مالكا أيضا ودعيه ما ضر عثمان ابن عفان ما فعل بعد اليوم ابو النبي آية ما أنت كذب عثمان بن عفان وحي الدنبي أبو سمية وحبا كذب ما يبو النبي عليه الصلاة والسلام حوى كما دمائي مركز النبي هذا ودعيه إلى عثمان بن عفان دنبي جيسا أرافه كيه رأي كيه دنبي صغيره وكبيره وسره وعلانيته إلى أرافه أي مركا إنه سيد النبي من مرقاتي مكتي النعم بيرد وإيه مرقاتك عمبر ورب الكعبة تبان قدر مركا عيل كنوع عاصها بعد ما أنت واحد يجد يديم وراه الكبو بيا هناك كبو يا مركا دارتي سوى الأمور إكسين مركا هبينك اللي مالك اللي دليل دونا هبينك كهري أي النبي رؤيك وأركو وحي لغدا تفضل عندنا بري أكتنا تكو أفرد دونتا إن شاء الله مركا أصلا صومن وقرآن كأخرين هي كتاب قرآن كسيد أوك لبحثيها أيال للدليل مركا مركي تبك لقسي يسابت اللغوف تديق أوري فسيكفي كوم الله وكرت في غيب علي قرآن هو سميع العالم مركا أصبه يعني دبر كيس قرآن كأخرين دي سوتها عثمان من عفان دي النورين أيال للدليل وي ونشب الخلاف وخلاف كيبا مركا كعي خلاف كيبا كعيو يعني أي الكبير أهوينا بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوم معاوية ابن أبي صفيان أمير بلاد الشام شام بمركة يعني يوالك أها معاوية مركة سيد عثمان مركة للدلي دي مركة أصحابة اللبا يوكل الجبينو مركة والسكو خبصة دارنتي مركة قيمنا معاوية راعين قيمنا سيد علي راعين ومركة قلبا يعني سيد علي لجري يعني معاوية لجري وحلوية دينيا سيد علي بابو حل ليها يعني نمك سيد عثمان دلي وأجي هايو إنه مركو رسوق قصاص سوق بتوه يعني يعني دمك عثمان وسوتهو يعني إلا وإلا هيرو يعني سيد علي ندم موجين حبك موجين مرحبا وفي سلسلة يعني مفزعة مذهلة من الأحداث يعني متلاحقة وفي سلسلة أيو مركو عنو جل كل مي ومركو رشيب ومركو كسو بحي وفدنا ذي باك عليه سلسلة مزعجة يعني مفزعة وأرجع حلوة مذهلة ويعني للاورة ومن الأحداث وحيالة ووين ودعاية المتلاحقة وإسهال إسكت دبا دعاية وإسكت دبا قلي فتنوين دي فتنة وفتنة أي سود يبتوها دقال كاوينا ودعي وصفين وأصحابتي يعني إسكت دبا ماذا هذانا يعني وكسي حكتي سيد علي بألد لي واسيس عطي فتنة دي ما بدبين بدي سيد عثمان سيد لود لي سيد عثمان سيد لود لي فدنا هل كاسه كبلاوته موته عالي وقلنا يا نبي علي عليه الصلاه والسلام حديث بو يعني اكيد انك حذيفه بن يمان ورن جري وكي عمر بن باي هو ويدي سيد عمر حديث يعني فتنه يا هيو فتنه ذا مركا انا هيو يري حذيفه فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها صلاة حديث كاسو شيغي يعني قفك هدو أهل كيسئيو مال كيسئيو وحا هدو كدن بابا في نده وكدن بابا يا صلاة يا صدقة يا أيال غرافيا تاس كمان ويدينين بويري وحانك ويدية التي تهوجو مدي كعي سيسيدي هركو كلا مركاسو حديفة وحويري مدى أيضا هذه هي مدة دحين هذا بابا بها هذا الباب إذن دحين سيد عمره في نرى أيضا وين وكعيس عرض لنا عمي ما يسو يا هذه عمره الباب إذن دحين مركز سيد عمر وحو يري الباب كاس أسقى ملا فريا مسوى الجبين يا
marka xudayfa wuxuu yiri bal yuksar waa la jabin albaabka. markaasi cumar wuxuu yiri marba hadii la jabiyo albaabkaas dib dambe loo xiri maayo. waaba saas de hadii albaabka fidnada hadduu mar jabo albaabkan hadii la furo waa la xirayaa, laakiin hadii la jabiyo waa khalaas, waa khalaas oo ma marka fidnada albaabkeed. marka sayid cumar geeridiisaas oo ahay albaabka, albaabka fidnada wuxuu ahaa cumar. markuu cumar la dilay fidnadii way bilaabatay bad ilaa sayid cusmaan lagu dilay khalaas. markii la dilayna dee waaka waqtiga ayagaa fidnada bilaabatay waxaa la dawan madawan kasii dambe inay kasii darta mawgi kama rayn, maba ka raynaysa de aya wajada diflu. markaa wuxuu helay wiilkii asaqiiru ee yaraa nafsahu naftiisii yuxmalu in la qaadayo maca ukhtihi walaashii min almadiinati asaga iyo gabar laba yacni wiil iyo gabar ayuu dhalay, qaasim buu dhalay, qaasim bin muxamed bin abi bakar alayhi muxamed bin abi bakar asaga oo qaasim iyo gabar yacni la dhalatay labadaasuu dhalay. marka walaashiis iyo yacni asagii baa la qaaday min almadiinati baa laga qaaday markay fidnadii dhacday ilaa misra loo qaaday. faqad kaana wuxuu ahaa calayhima, faqad kaana calayhima dushooda waxaa ahaday an yalxaqaa biabiihima aabbahood inay haleelaan bacda an qadaa markuu ahaday waaliyan calayhaa min qibali amiiri lmuminiin caliy bn abi aalib. oo sida cali baa wuxuu amiir oga iyo waali oga dhigay masar buu oga dhigay xaggu marka geeyey soomaa. marka madiinaa laga qaadayo marka aabbahood yacni halkaasaa loo geeyey. uma ra'aa wuxuu arkayo adaa fira alfitnati fidnada cidiyaheedii yacni alxumra tamtadu inay taagmayso ilaa abiihi aabbihi fidnadii wayba kasii daraysaa maru markay si dambeeyey. faqataladu way dishay shara qitlatin dil midkii ugu xuma ay maxamed bin abi bakar fitnadii buu ku dhintay dee wuu dhintay. uma alfaa nafsahu wuxuu ogaaday wiilkii yaraa waa qaasim bin muxamed eh alfaa nafsahu naftiisii wuxuu ku ogaaday yunqalu in la rarayo maratan ukhraa min misra ila almadiinati bacda an istawlaa calayhaa ansaaru mucaawiya. mucaawiya ansaartiisi dadkiisi markay dhulkaa qabsadeen waa lasoo qaaday oo haddana madiinaa loo soo qaaday, aabbihiina wuuba dhintay ba dee. waqad asbaxa wuxuu noqday yatiiman agoon buu noqday latiiman yacni aabba aan lahayn waay ladiimkun yacni waa aabbala-aan way ay canug agoon ahoo aabba lahayn buu noqday. lamaa qutila markii la dilay ayahay lamaa qutila ayahay marxaban xadatha alqaasim baa sheekeeyey dhe nafsahu naftiisii can rixlati alcadaabi yacni geedigaa iyo socodka cadaabkuu ka sheekeeyey haadihi oo tana iyo wamaa talaaha. faqaala wuxuu yihi lamaa qutila abii aabbahay markii la dilay bimisra jaa'a cammii adeerkay baa yidhi cabdiraxmaan bin abi bakar baa yimid buu yidhi faaxmalanii wuu ixumbaaray buu yidhi ana aniga iyo wuqtii walaashay asaqiirata ee yaray wa madaa wuu tegay binaa annaga ila almadiinati buu noo qaaday famaa anbalaqnaa famaa anbalaqnaahaa maana gaarin madiino xataa bacasad ilaa ay soo dirtay ilaynaa xagga annaga camatii eedadee caaishatu ay radia allahu canha. markuu madiine geeyay cabdiraxmaan oo adeerkooda gurigiisuu rabay inay joogaan ilmuhu ay ku hayo soo maa caaisha kala wareegto ka qaaday ii keena bay tiri caruurta. faxamalatnaa wayna qaaday oo min manzili cami adeerkii gurigiisii bay naga qaaday ilaa beytihaa bayna geysay wa rabbatnaa wayna yacni wayna barbaarisay fii xijriha dhabteeda wa ayadaana barbaarisay wey. famaa ra'aytu ma arag buu yidhi qaasim binu yacni muxamed waalidatan ma arag qad weligay walaa waalidan waalid ma arag aksara ka badan minhaa xaggeeda biran wanaag walaa awfara ka kaamilsan shafaqatan xagga naxariis kaanad waxay ahayd tudcimunaa midna quudiso biyadayha labadeeda gacmood bay cuntada nagu siinaysaa walaa taakulu macana nalama cunayso markay wax noo kariso marka hore annagii horta afka wax noo gelinaysaayo gacantay nagu siinaysaa wax ma cunayso faidaa baqiya min dacaamina haddii uu kasoo haro shay-un akalatu markaasay cunaysaa wixii annaga aan soo hambaynay markaa cuni waa inay horta annaga na dharjisa wa wa kaanad waxay ahayd buu yidhi eedadaana waxay ahayd buu yidhi waa caaishe taxnuu mid naxariisata calaynaa dushaannada xunuwal murdicaati kuwa wax nuujiyo siday ugu naxariistaan cala alfadiimi canuga hadda naaska ka go-ay wa canuga yare hadda naaska ka go-ay dee sida cuntada loo siiyo oo dee ilaa uu canugu ka roonaado.
فتغسل أجسادنا جركا نغي دقيسا وينو قبينيسا وينو ميريسا وتمشد شعورنا تمه نوشا لينيسا وتلبسنا وينو حريسا الأبيض وينو حريسا يعني درك عدوي الناصعة ويعني سافده من السياب أول درك نغا دقيسا وكل بدر عصوب وينو حريسا يعني دقنوي وكانت وحيهاتي لا تفتأ مد أن كنو بنو كدالين تحضنا إني نقبه رينيسو على الخير خيرك وتمرسنا بفعله خيرك يعني سمينتي سنة يعني أي نقبر بارين يسوي نبار يسوي أي تمرسنا أي تدربنا وحين نبار يسوي يعني نقبر بارين يسوي خيرك فلديس وتنهانا عن شر شرتين نقرر يسا الماء يقول يرير بالروائين خيرك الله وشك يوحوي في عينهين وحاسي وحا السماء وحاس ويحنيهين أيقو يربع الروائين الله وشك وتنهانا عن شر ويقول نهينا يسا وتحملنا وحين نقوم بارسة على ترك شرطك تقدر وقد أبد وحي كعادي يسيو يعني كعادي يلتي على تلقيننا هنا نقول لقنته ما نذيقه وحي أن أودنا من كتاب الله إلهي كتاب كيسا قرآن كبير نوشيك ستر تر ترتيبا وحي أن قوان كرني نوشيك وتروينا وين نورين نيسا ما يعني ما نعقله وحن قراني نوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث النبي كان وين نوغا شاكيني أي نوغا شاكيني وكانت وحيا هاتي تزيدنا من نوزي ياسا برا يعني سماء أي نوزي ياسا بر يعني باري نموا يواناك يوا إتحافا سين أي نسيسو عضيو في العيدين لبدا عيدود لبدا عيدود يعني سفي عم بي ولي بالنوسي يعني أي وح نوسي نيساوي. فإذا كانت مركي أهاتو عشية عرفة عرفها بين كذا مركي لقارو آية مركي لقارو حفلت يعني آية حلقت دي حلقت لي شعري تمهي إيحي ريسا هبين كعرفو مركي يعني لقارو وأمان كبا يعني عرفها هي وهبين كعرفو مركي لقارو وسيالات كي يتمها إيحي ريسا وغسلتني أنا إيه وأختي aniga iyo walaashayba way noqayneysa marka way noo mayreysa way ay gabdhaha ay u timahooda lama xireey timaha waa loo hagaajiyaa gabdhaha marka aniga timahi bay ii xireeysa markaasay noo mayreysa way noo labiseysa faida asbaxna marka waa barisano albasatna way noo xireeysa aljadiida dadka cusub bay noo xireeysa wabacasad way direysa bina anaga ilal masjid bay noo direysa linno adiya salaatul ciidi inaan subaxa ciida soo tukano waa tobanaadka way ay فإذا عدنا مركان صون نغنو منه مركان كصون نغنو من المسجد آية مركان مساجد كصون نغنو جماعتني أنا يا وأختي وضحت بين أيدينا وانتي نوير تي مركان هرتانا أضحيدي كو قور عيسى أنا يا قمر دي بانتي ماشي نقل يا هرتانا أضحيدي كو قور عيسى سبحا عيدة أضحيدي اللي قور عصمة في ثلاثة اللي سويتك وفي ذات يوم البسطنا وحي نوحرتي ثيابا ضربيضا على عط صبح بين نول لبس ودر على عدن وقول لبس ثم أجلسني وي فريسيس على إحدى ركبتيها لبدا يذل ومت كم مده يقول فريسيس وأجلست أختي ولا شيء نوي فريسيس على ركبتها الأخرى لقت كنا وحيد صارت ولا شيء الله ما دعنا يذل وها يقول هي قاعد هل كان يقول فريسيس تسيب عنه وقول لبس وكانت وحيا هي قد دعت مد ويرت عمي أذرك عبد الرحمن صبح أيده يسلا أنت نقول لبس دبت إسحاق نو صارسه وحي بلمسي ويرتي عبد الرحمن وايده ولال كده انغه نادر كانا فلما دخل مركو سوغل عليها دشه سوغل حيته ويسلمت ثم تكلمت وي هذا الشيء عائشه فحمد الله الى فحمدت الله الهي بما هذه جل وعد واثمد وي امانت عليه بما هو اهله الهي و هو اهلك اوها اميالك و اهلك اوها يا صفاتك وناسنا بك امانت فما رايت ما اركب يرقاسم متكلما قف هذا لا يقد ولقي من رجل أو امرأة نن يناغ متكو دونها النقضة قبلها أيضا فرتيد ولا بعدها قراشد قاسوا أفسح منها كفص حبدا لسانا حق هذا الك ولا أعذب كم معانوي بيانا حق عدينته مركي هذا شيء عايشه وهذا الك كفر فرتي قفك هذا المعانولي مارك ثم قال الوحي تري أي أخي ولا الكيو ولا الكي عبد الرحمن بالله ليس إني أنوغو إني أنوغو لم أدلك مزول أراك إن أنك أرك معرضا عني إن هذا يجي سني سواء يعني كما نزول إن أنك أرك
إنها تجد سنيس عني حقيقة منذ وقت لغسوا بالله أخذت أنقاطي أنقاطي وهي هذه نسبيين لبداً عنه منك أذيك أنقاط ووضممتهما أن دمي إلي حقيقة أمسوا دوي أصدقى مركو مصر ككيني حقا أو ككيني مدينة أو كيني قري يوسف ربينا جوغانا عايشة سوقات كقاطة سوما أصدقى نشبه سغير لكن وكحما قال سيدا لك قاطة يعرته حيث عرته أصدقى أذيروا أصدقى أنا ننقه أصدقى الرقى إنه الماء يعني كفالده ده أقوم أصدقى جعلا عايشة مركو وولاشي وعني حرمت بي كل هذا مركا عرورتي مرها داي كقادتي حوغا وحو اركي اني تلاذا يعني عرورتي اديقا كوما امني كوما امني عرورتي مركا حوغا اصي وكحوما دي وكحوما دي مركا مددي عرورتان عن كاقادي يعني انا ديقا جيتسني سودة اسلامين يعني كما ذا زولين واي ووالله بان كردارتي ما فعلت ما نييلين ذلك ارنتاس تطاولا عليك انا اديقا اسكاكا كريسين يماه markaan saas kuleeyahay adiga waxa ma qaban kartid inaan kuleeyo adiga iska ka koraysiina oo maana qaado wala soo adan imbika yani malaxno adiga aan ku maleeynaayo ninkan waxba yani ilmaha uma qaban karaan leeyahayna ma wala ittihamatu mays laka aan ku tuumaysanayna ma ilmaha kaaga maana qaadin aan kugu tuumaysanayo bi taqsiiri inaad ku gaboofalaysaa fi xaqiima ilmaha barbaarintood iyo korintood iyo ku gaboofalaya ku dacatinayaana ismalihi uma tuunsani ولكنك أذوب رجل نباته دون نساء هوان بدن له أي نناقة بدن باته ويدمر بدن بغلطان وهما أيقون السبيان وي والله ير ير وصغيران ير يعني لا يقومان أن أقوم كرم بأمر نفسيهما نفتو ذا إني هجاجيان أم أقوم كران فخشيت وحن كعبس ذي أن يران نساءك هوان كاقي إني أركان منهما حقوذ ما يتغذرنه وحي يعني دبسدان او فلا يطبن ايسا وناجن بهما نفسا نفتوضا اينا ديب كنغن نفتوضا وإلما ير ير اه دمر آن قالين هدي لو ديب مانتا يعني حصلك اقو اسكب بديه انو هدي اغان تادي ما اغان كرتيدو كل بميل بات اسكت جرتاو اي معنى مركا هدي ان متكمد اللو ديب ايه واح اسكف لان موه اسا قاجين هاي او يعني ويه قرد ان لو قبع عمتدي ان قبع اسكي ندام كودي مفلين كران مركا waxaan ka yaabay mid uu intaag agteeda geeso inay marka hadda waxay taasna ay dibsato ay ku aragto dacan wuxuu yaan markasta uu in loo qabeeyo oo la hagaajiyo wax la siiyo oo la tarbiyeeyo rawo aydana culays iyo dib ku noqonayaa waa ilma ayna dhalin naag aanu weyna dhalin uu dhibaayaa culays buu ku yahay un hadii loo keeno aye marhaban marka inay dibsadaan ayaan ka yaabay ووجدته حنق هذه أني أنا وأحق إن أنا هي منهن بالقيام على أمرهما في هذه الحال حالة أيده المركي أن كاسو غادي وقت أيده الجوين إن أنا أمر كذا أقوم أن تربيه أن يعني كرنتو ذا يبربارين تو ذا أنا أقوم عد يجو أولي سن إني سجيرين بارسو أركيوي حيل أدو نن رجع هاي وحيل أدو جيني سو أدمر أغبطون حاسب غبطون وي واحد جيني سوما مركا وها هما الآن قد شبا وهاهما وأكون لبضودي الآن هذا قد شبا ويبربارين وأصبحا وحين نقضين قادرين كوا أود على القيام بأمر نفسيهما حتى ينفتو ذا هجاجين كرانو هذي الرير يعني داد لقود حدارو هذي حتى يدادك كم من نغون كران محايا ذي وحو ذي خاص دركو ذي دغن كران دركو ذي اللبسن كران عمتضو ذي عنيان ويقبيسن ايان حتى ويسكف ليهن دادك وحويلان نغون كرانو هاي وحويلان نغون كران هذا فخذهما قاضوا وضمهما إليك هذا قاضوا يعني أرض غير كاغا كدروا هذا غير كاغا هي المها كم مدك أكو. فأخذنا عمي أدير كيبان قاضي عبد الرحمنها وضمنا إلى بيتي قريسو النظم أدير كي عبد الرحمن بان قاضيه قريسو نجي بيد أن الغلام ويلكي بيد لكن أن الغلام ويلكي البكرية أي يرى أي ويلكي يرى ما ريب بكري لون نسبه رأى أو بكره هواي ظل وحوء هذا معلق القلب قلبه يسمد الوحري ببيت عمته إيددي قرية ومن المؤمنين أهل رضوان الله عليها قرية إيددي قلبه يسكم بحياة قرية سو قلبه يسكحري فعلى أرض بيتها قرية يعني أرض هذا المضمخة يعني الغدر وبي بالضيوب النبوة النبي نويد أدو قيدي يدرج كسو بربار عنقه
gurigaas ku soo barbaaray oo waa guri uu bartay, guriguna guri urug badan weeyo, waa baytu nubuwa, ay nabinimada gurigeedii waa guriga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Wa fi aknaafi saaxibatihi yutarabaa yani watarracraca, wa fi aknaafi saaxibatihi ay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam zawjadiisii ayaa gurigeedii ama yani hoosteeda ayuu tarabaa ku barbaaray oo wataracracde ku koray, canug ku soo koray. Wa min xanaanihaa ayada yani naxariisteedii iyo cisqigeedii almutadafiqi almutaallili ee ifaayina nahala wuu ka cabay oo warta waa uu ka cokanaaday, naxariistii eedadiina wuu bartay oo guriga eedadii oo yani umulmuminiin ahay zawjadii nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam gurigeedii ayuu ku soo barbaaray, markaasuu naxariisteedii iyo cilmigeedii iyo meeshii macaanayd buu ka cabay oo markaasuu ka dhargay. Wa fasaara wuxuu ahaaday yuwasicu mid qaybiyo waqtigu waqtigiisa bayna baytiha iyo wa bayna camihi, waay waqtigiisii buu qaybiyo, marna guriga adeerkiisuu jooga marna guriga eedadii, waay ay. Waqad dallat waxay ahaatay dikriyaatu manzili camatihi eedadii gurigeeda, gurigaas yacni sifaatkiisii war wanaagsanaa, digrayaadkiisii ashadiya ee udugga badneed, anadiya ee macaaneed, arafaafatu ee yacni ifaysay, anadiya ee macaaneed, arafaafatu ee yacni ifaysay, anadiya ee macaaneed, arafaafatu ee yacni ifaysay, anadiya ee macaaneed, fii khaadirihi khaadirkiisa iyo qalbigiisa, mamtadad bihi alxayaatu noloshu, intii cimrigiisa intuu ahaa, cimrigiisa intuu ahaa guriga eedadii ma hilmaamay, waxuu hilmaami karana maba habde. Fastamic dhegayso ilaa bacdi xadiidihi sheekadiisii, bal qaar ka mida dhegayso, can tilka dikrayaat waxyaalaha xusuusta leh uu yacni uu ka sheekeeyey, xaysu yaquul wuxuu leeyahay qaasim ninka la yidhaha binu maxamed aayahan, qultu waxaan iri buu yidhi daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah waxaanu iri buu yidhi camatii eedaday caaishata ahi radiallahu canha, waxaanu iri buu yidhi yaa umma hooyoy, hooyoy baan iri buu yidhi. Hadda yacni dhinacan caamkaa markii la fiiriyo xagga nasabka eedayba ugu tahaye, dhinacan kale dee waa hooyay u tahayo, dee waa ummulmu'miniin sooma, ummulmu'miniin waay, dadka oo dhan bay hooyay u tahay. Yaa umma hooyoy aya marxaban, iksifni iksif lii iifayd baan iri buu yidhi can qabri nabiyi calayhi salaatu wasalaam, nabiga qabrigiisa iifayd, wa qabri saaxibayhi labadiisii saaxib, waase abubakar iyo sidi cumare, qabrigoodii iifayd. Fa innii anigu uriidu waxaan doonayaa an araaha inaan arke, waana wiil yar markaas. Wa kaanat ilqubuuru qubuurti waxay ahaadeen athalaathatu ee saddexda ah, maa zaalad midayna ka zuulino daakhila baytiha, caaisha gurigeeda qolkeedii bay ku dhex yaalaan saddexda qabri. Waqad qadadhaa way dabooshay bimaa yasturuhaa wax asturaya oo canil cayni isha ka asturayay sidaa ugu dabooshay. Fakashafad way fayday lii aniga can thalaathati qubuurin saddex qabri bay ii fayday, laa mushrifatin walaa waadi'atin, laa mushrifatin qabri la taagay oo sidaa loo dheereeyey maaha sidii bakaarti, walaa waadi'atin mid dhulka lagu simayna ma aha, yacni waa dhexdhexaad wa qabri yaroo sidaas wa ay god muhidad lagu daadiyey oo sidaa loogu shubay, oo bise qaaril xasaa dhagax yaroo qaruuraxaa lagu daadiyey, alxumri oo gudguduudan oo mima kaana ahaadi fii ba yacni fii baaxati lmasjidi, masaa'idka barxadiisa jaygaa lagu shubo oo kale ayaa saddexda qabri sidaa loogu shubay, wa jay yaroo gududan baa yacni saa ugu shubnaa. Faqultu waxaan iri buu yidhi ayna qabru rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, saddexdan qabri keebaa qabriga nabiga ah. Fa ashaarad way ishaartay biyadiha gacanteeda, wa qaalad waxay i tiri haadaa waa ka qabriga nabiga, uma taxadarad waxaad hoobatay bay tiri calaa waxaa hoobatay buu yidhi, uma taqadarad waxaa hoobatay calaa khadayha labadeeda dhaban, damcaani laba ilinoo kabiiraani aad u waaweyn baa, laba ilinoo waaweyn baa kasoo daatay caaisha, gacantay igu taagtay qabrigii markaasay ilmaysay waay. Fabaadarad way degdegtay oo famasaxad humaa way masaxday xataa laa araahuma, anigu waanba arkaa inay ilin ka imaatay, iyaduna way iga qarinaysaa si aana ilintii u arag
يي مركبه اسكا تيرتي الينتي با اسكا تيرتي وكان وحو هذا قبر النبي عليه الصلاه والسلام مقدما بو هذا مد يعني لغا هرمري على قبر صاحبه فقلت وحانري واين قبر جدي ابي بكر اوغي ابو بكر ناو قبري فقال وحيث ها هو ذا كنوي وكان كخغون وكان وحو هذا مدفونا مثل دوغي عند راس النبي صلوات الله وسلامه عليه فقلت وحانري وهذا قبر عمر هذا مثل باصوهر مركز مثل دحانا وعمر قبر يسميا فقال وحيث نعم كان واكي عمر وكان رأس عمر وحوه رضوان الله عليه عند خصر جدي أووغ يعني كلذي سأكتر هلك يعني هو سكنت جيسا أيوكو أدنى مذحي سيد عمر سيد أبو بكر مذحي سهلك عن هلك كلذي سوكو أدنى قريبا من رجل النبي عليه الصلاة والسلام نبي قال لقيه سوكو أدنى نبي قال لقيه أيوكو أدنى عمر مذحي سواي سيد أبو بكر نهلك سادحدي سيكو أدنى كلذي سوا ولما شب الفتاة ويلكي دلن يردها مركو برباري البكري كان وحو هذا قد حفظ كتاب الله عز وجل إلهي كتاب كيسيب وحفظي وأخذ وقاتي عن عمته إيددي عائشة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كنبو كقاتي ما شاء الله أن يأخذ ثم أقبل وحو قابلي على الحرمين النبوي حرم كنبي أيو قابلي أشريفي ونعسنا ومدينة وانقضع وحو أقع إلى حلقات العلم علمك حلقات كيسيب وقع التي حلقات كأسو كان ذهي تنتصر يعني مد يعني إفايسو يعني يعني آية تنتصر يعني آية تتفرق في كل ركن ومن أركانه كما تنتصر النجوم الزهر على صفحة السماء أكو مساجد كتيرر كيسي وطن وعني يحاكوك لتكسن حلق حلق ذي علمك تيركا حلق اللغة هي درسي بالو أقرنية حلقة يعني تيركا كالفن بالو أقرنية تيركا كالفن بالو أقرنية وهكذا على جيل كهرة ضدك يعني مدارس تود وحياة هاي المساجد أم بيها مركب مساجد كم بفنون تعلم قدام بالو أقرنية ومشايخ دي أنت أصو شيخ بمساجد يسقول إيماني مركز مدل بحلقة كو قبنية وفن جارة ما كتاب جارة كو أقرنية ضدك كسب بحياه مرحم فالرواء ووري مركز قاسم بن محمد عن أبي هريرة أبو كوري وعبد الله بن عمر أبو كوري وعبد الله بن عباس أبو كوري وعبد الله بن الزبير أبو كوري وعبد الله بن جعفر أبو كوري وعبد الله بن خباب أبو كوري ورافع بن خديج أبو كوري وأسلم مولى عمر بن خداب أبو كوري وغيرهم وغيرهم أبو كوري أي أصحاب أهل فربهم بعلمه كقد حتى غدا إلى النقض قاسم بن محمد إماما مجتهدا إمام مجتهدا ودرجة الاجتهاد قريب النقض وأصبح وحو هذا من أعلم أهل زمانه زمن كيس أهل كيس ننك أو علم بضم النقض بسنة سنة النبي قال أيقان وكان الرجل وحو هذا لا يعد مدى أن لوترن رجلا عندهم أكثر حتى يتقن سنة إلى سنة سوء ننك رجل لقوم بحساب الجن إلا سنة النبي قال سفي عقب برتدي هكذا ولما اكتملت مركي اكامل نقطه للشعب نكي دلن يردها البكري يعني ادوات المعرفه معرفه ادوات كيدي اردن مركي اكامل نقطه اقبل الناس ضدك باسو قابل عليه دشي سيلتمسون ايغو دلبي عنده وقتيسا العلم علمك كدلبي بشغف اي بحب واي واقبل هو وقابل اسغن عليهم ضدك وقابله يبدله أسوأ علم الديبة يلهم ذاتك سينا يبسخاء سيدق سينما هو سيدق سينما هو ذاتك علمك وسينا فكان وحو هذا يأتي متقوا مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مساجد كنبي متقيا غداة كل يوم مال الله أرك أرورتي متقيا في يعني في موعد موعد يعني وقت الغب الله متقيا لا يخلفه سكدب رعين فيصلي وتكن يا رجعتين يحيي بهما المسجد لورك عدود وتحية المسجد وتكن يا أمرك ودرسك قال يا مساجد ثم يأخذ مكانه ماشي يسيب فريسنا يا أمام خوخة عمر يعني ما شاء الله هذا خوخة عمر أيهرت يدو فريسنا يا في الروضة الغراء روضة يبو فريسنا يا بين قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه
هي وبين منبره روضتي أو يعني قبره النبي يودحيسي منبر كيسا ودحيسي ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة برنبي عليه الصلاة والسلام وماشا روضة هذه مساعدة كنت عليها مساعدة وقفت لبضمتي مركا ماشا عيدو فريسان يا ترسي وكب حينيا وحونا كو آدية مركا يعني مركي لفيريو يعني حق قبورته مركي لفيرينا يعني خوفة عمر ماشا يعني قمر قمر ومال يرو الدلالة عمر كو آدن قبره يسكو آدن بفريسانيا هل كاسو فريسانيا درسي وكب حينيا فيجتمع عليه وحاكوصة أرورة يسوه إيمانا يطلاب العلم علم يكون دلبي من كل مكان بك إيمانا وينهلون وحيكو أرورة من موارده موارد مكان أرور كيس العدبة المعاني المصفات يسافد أهي ما بيكو أرورة كعبيان يملأ النفوس النفوس تكبو حيني نفتي العطساء أمني ريا أي أمر ريا عكنانوي نفتي آدو أمني علمي أمني جهل قال الله أمني ما كتر كيسو بركاسي كفل يساوي ولم يملي متجن أو متجن طويل وقت وقت دير كما سوريجن حتى أصبح القاسم وقاسم من محمد الله وكان نغضه هي ابن خالته يعني هبريرتي ويلك إذا شيء سالم بن عبد الله بن عمر إمامي المدينة الموثوقين مدينة لبدا هذه إمام اللي قد دنبيه ما النغضين النغضين واي مرحبا قاسم بن محمد بن أبي بكر هي سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هاي إمام لي مدينتي مدينة لبدا هذه إمام هاي الموثوق يعني الموثوقين الوكل صنوه وسيد ديهما مدينة لبدا هذه سيد بين نقدان المطاعين أو الأذيع أو لقدم بي والرجليهما النبيين لبدا هذه نم بين نقدان النافذين أو حفلين جواي هاي أيهم أمرك كفل جواي هاي تدكم مغليان آية. على الرغم من أنه لم تكن في أيديهما ولاية ولا سلطان سيدا مركيهين ومقالدة لقدم بأي أمر كوضع لقادني وحي يرادان ولفرين يا مقالدة مع ذلك من أنه لم تكن في أيديهما لابد وضق عمود ما هاننا ولاية ولا سلطان وحملح عنه مين هاين مركي مقالدة سيدا وقامر قادني سأما يعني هو قامنا يا نقو وحمد دولة كما هاين أيو آية فقد سودتهما وحا مدح كدغتي فقد سودهما الناس ضدك با مدح كدغتي ادينك وما مدح نو علي قول كودي ولا راعيا ولما كانا وحي هاين يتحليان كو كسفوب بما قوم من التقايه والورع يا تقوى يو يعني حلال ميرتك يا علم يا اقونت درجه الهي حقي سو اي غارين يا مدح كدغتي مركاس ددك هورمري تدك مرحلة أي مدينة مرحلة كاها يا أيها هرمرين يدي قولك كقالني وما يحملاني وحا يحن بارسيهم بها مدح كدقي في صدرهما اللابتوضا يكون حن بارين من العلم والفقه وما يزد يعني وما يزد هذاني يعني مرحبا وما يزد هذاني به ومن الزهادي آية من الزهادة تدي وما يزد هذاني وحا إلى الزيادين به ماغا أيام مرح كدكت من الزهادة الزاهد نما أي كالزاهدين بما في أيدي الناس تدك قعمت هذا واحد كل تدك واحد هيستان ويك الزاهدين وتد مو مو يديستان مو يديستان هي والرغبة جعل دعين وطلبيان ويقود رين أيام بما عند الله إله أفتي سوحي هذا عز وجل وقد بلغ وحو جاري من مكانهما أي من مكانتهما درجة ذودي وحيقار في مكانة ذودي في النفوس حق ذاتك النفط هذا ذاتك النفسي أقدرين إياه لبضع نواي أن خلفاء بني أمية لمنك ريب أمية الإجر ملاح ذودي إيا وولاته وولاد ذودي كانوا وحيها لا يقدعون أمرا أمر كواء قوين أمر كاسو ذا بال حالة صاحبة أمر مهم هدي يلفرين يا متلاوه من لقاضي في شأن أو من شؤون المدينة تكملة إلا برأيهما وإن أي رأي قد لقاته ملاحظوا أمر بهذه دونيان يعني مهمة إنه فليان إلا وإلا وإن لا تشلان سالم بن عبد الله هي قاسم بن محمد بن أبي بكر هي سالم بن عبد الله بن عمر من ذلك وحاكم لها أن وليد بن عبد الملك قد عقد وحوق أنصد العزم قوان على توسعة الحرم النبوي الشريف مساجد النبي إنه زيادي وقوان صدق مسجد إنه وينه ولم يكن موسى هاننه
في وسعه أي وسعي يعني وينين تمساك واسعين أن يحقق هذه الأمنية واسعين تواسعين أن يحقق يعني ولم يكن موسى أهند في وسعه أسكت عقديس عقديس أود سميت أهند أن يحقق إنه يحقق هذه الأمنية يدي لنا القالية قالجها أوجاري أرنت الأوجاري ومساجد كأول ويني أو القرحي أو الوناجي أمنية ذات يعني ما أوجاري كرئنه الصقة إلا إذا هدم المسجد إنه مساجد كدمية مويانة مساجد كالقديمة من جهاته الأربع أفرت دنعبة وإن مساجد كالقدمية مسجد كهوري قديم كها يعني خلفظوا أي دسين يعني قدام بيس العثمان ما مساجد كأمرك يعني لين هرت الزيادة العثمان بأوري نبي مركو أنت عليه الصلاة والسلام مساجد كعرشان بوس كها ساو بكر مركو خليفة النقضي مساجد كسيدي سيب أدائي وحبا كمونة بدل سيد عمر با مركه مساجد الدميه هو وينيه لكن نوعيسه وخبا كمونا بدلي يعني تيرركيسي جيدها اها يعني عريشكيسي اوها امبو كعليه نوع النبي كمون يعني كمون بدل لك خوغاب واسعيون سيد عثمان با مركه مساجد يعني تغيير كسميه تغيير او نسبهيسي انتو جيدها كبدلي بمساجد دغخ كدغ يوسف ايو كدغ اد با مركه سيد عثمان لوغه هريمي مركه مساجد يعني ما واحد دورنا يسابع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام يلا ودي سخليفة كدم بي وحي بدلي وين بارت عثمان وإلى بدش سايت هادمين نوعا أكب بدلي سنة كتبها فسايت ما جرتور مركي قيلة اللي قبل دي وحيري أنا والنبي وحن كم مغلي عليه الصلاة والسلام ننكي مساجد لسه من بنى بيتا لله قولي ننكي إلهي أدسه بنى الله مثله في الجنة مثل لم إله إلهي جنة أو قد سي حتى ومركي أني مساجد أنت سيئو waxaan rabaa buur masajid dhagaxa oo qurux badan oo qiimo badan oo wada dhalaalay inaan dhiso mid la mid ah rabaa inaa hiyo jannada iga dhise aga ma dhisay anuu arish dhisi ma hayo geedo ma dhisan aga sid cusmaan ba markaa masajid ka saayay markaa dhismihii sid cusmaan uu dhisay sida aha yu rabaa markaa inuu sii waasiciyo ma hayo waqti ka dib dambeeyo xogaa yacni waxa la sii helaya wasaaciye maal ba la sii helaya markaas la doonayo masajid inuu weyneeyo masajid markaa weyneyntiisaas iyey yani arinta uu doonayo umniyadaas ma suurta galeyso in saadka hore la dumiyo noqono markii goobiisa la dumiyo marka ka dib la dhisaya la wasciinayo saad oo wa azala waliba uu zuliyo hadana buyuta zawjati nabiy sallallahu alayhi wa sallam gurihi nabiga zawjadkiisu ay lahaayeen ee masajidka ku arirsana inuu yani uu zuliyo oo wadamaha ila masjid masajidka lagu daro gurihi masajidka ku dhaganaaya yani umul maatul muniyi ay lahaayeen oo dhana ay noqonaysa in meesha laga saaro la dumiyo ayaga intii meel kale la dejiyo dhulkaas oo dhan masaajidka lagu daro masaajidka lagu daro ko wahay umurun umur weeye tashuqu cala naasi dadka ku adag masaajidka in la dumiyo guryaha ummatul mu'minin in la dumiyo oo masaajidka lagu daro masaajidka dumintiisa horta laga cabsanayaa lagu dhiisan karin haddana guryihii ummatul mu'minin haddana hal laga dumiyo guryahoodii ka kaca meesha la yiraahdo waa arrin aan lagu dhiisan karin oo adag waay aaye marka ninka madaxda asaga ma dhaqaaqi karo un walaa tadibu nufusuhum biha dadka naftooda diib kuma noqonays fa kataba wa qoray wariid bin yani bin abd al-malik wa qoray ila umar bin abd al-aziz bu qoray walihi waligiisa aha cala al-madinati madinu marka wali ogaha yaquulu xulayahay laqad ra'aytu waxaan ra'ayay an uwasica inaan waasiciyo masjida rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam xataa yusbixa ilaa uu ka noqdo 200 ذراع في 200 ذراع لبا بقول او ددن الى لبا بقول او ددن او لغو دره يعني وا لبا بقول او ددن افرجيسه وي حقي حقو ان انت كدغو ايان رباب ويري اي فهدم يعني دمي جدرانه الاربعه جدار كيسي افرت جيس اهاد جيسي سو دن دنعن اي دنعن اي دنعن اي دنعن بكدمي افرت جيس بكدمي آية وأدخل قليو فيه مساجدك حجور زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يعني زوجاتك النبي وأمهات المؤمنين قريه يقول لك وذين مساجدك خضر آية واشتر يعني واشتر إيبي أو ما في نواحيه أو من البيوت قريها مساجدك كده دقان وقنا ودرسك وقنا وإيبي ذاتك كإيبي كو وقدم هرمري يعني وقدم هرمري يعني
القبلة هرمري إن قدرت هداد أودو أرنت أمرك السمين إنسان دين عقبلة حاجة كبر له دين عقوه ردوه مرك وراء أو سمين وراء دين عاصل مرك وراء لقد زيادين يا مثالك سيد اسمه إذا مرك دمار الله ديسا سوى اسمه أقصى على مثالك سيد لو يسيد تكذا دين عقبلة على قبل الله يا حاجة محراب كبر له وإنك أذوه تستطيع ذلك أرنت أود أوداوة عمر بن عبد العزيز وأرنت أين أدياشه وأد أود كرتاه ولمكان أخوالك آل الخطاب يو منزلتهم في قلوب الناس هذه أرنت أود يلي كرتاه أنا هذا كبس ورقاء كرمزاد كان دبين وسكما دي كره هذه لكن عمر ومزاد قال هذا المدينة والي كا أرنت أود يلي كرتاه ولمكان يعني آل أخوالي آل الخطاب خطاب يعني آل كيسة يعني أخواشي يعني ما شاءت كدوكتوها أخوالي آل الخطاب مكان كي يمرتبه أكثر وضع أتكلم هذا هو هاي هو منزلتهم في قلوب الناس هاي فإذا أتى عليك أهل المدينة ذلك أديك ولي ماذا فاستعينك الميس وذلك هو الوديع ونك اللي يقانيه عمر بن الخطاب يعني عمر بن عبد العزيز أعطاه آل الخطاب باته عمر بن الخطاب نسلقي سباته تذكر بركة آد بي معنى كو قدرين ليان فإذا أتا هدوه ما عليك أهل المدينة هديه كوه مادان ذلك وهديك آخر مادان يرادان ونسائك دا هدوينني ويسيده يعني كآخر مادان فاستعين كالميسو بالقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وأشركهما لو داجي ومعك معك في الأمر أمر كان مركه رأيه مركه رلتشو أيه جوانك سي مركه جوانك كل قاتان أيه نينكو ولا جنماش كنت لا مقال مرك هذا نيكي مقالة والي كذا يلا ما ذنينه مقالة إمام كذا يلا قدم بيه وعلم بدنا سلا أبو قال مركه تلا أبو قال وادفع إلى الناس ضدك سي أو وادفع إلى الناس أثمان بيوتهم بسخاء dadka masaajidka guriyaha ku dhadhow iyo dhulka aad ka iibiso dhana dadka yaani dhulkooda iyo guriyahooda lacag ka sii bisaqaan si deeqsinimo oo gad waliba si geesna qofku intu ilaala intaas aan ku raba guriga ka sii wa hada ku soo celin ay wa inna laka waxa ku sugnade fi dalika ay salafay sidqin ba ku sugnade salafay sidqin wa inna laka waxa ku sugnade fi dalika مساجدك دمنتيس مساجدك ولا دميو أو لا واسعيو وحاقوسك نادي سلفي صدق لب لب يعني لب أديك كاهو الرئي أو يعني لقو كالسون يهاي الرم بدن واي ومحيين وما عمر بن الخطاب يو عثمان بن عفان واي حال مساجد أدم سيد مساجد النبي أدم سهدي اللي بيراده حتى لما نينو ضيشك وقف في لم باهر تاب دميو واي وعمر بن الخطاب يو عثمان بن عفان بدمي مساجد أرديسي أو سياق أجي أنا هنا وين هاجين يا دم مساجد وسي وينين يا سلام. فدعا عمر بن عبد العزيز بويري القاسم بن محمد يا وسالم بن عبد الله بويري وطائفة بويري من وجوه أهل المدينة تذكر ووينا عقل لها وقرأ عليهم حقود الأغرية كتاب أمير المؤمنين ورقد أوصوا قري يعني ووليد آية بن عبد الملك ورقد أوصوا قري حقود الأغرية فصروا ويفرحان بما عزم عليه الخليفة خليفك وحاو قزدي ويكو فرحان وهبوا ويبودينوا لإنفاذه سيكفر الله سمعا وضاعا أرنتا وإنا فلنا لي فلما رأى الناس ودتك مركي أركان عالمي المدينة المدينة لبدا يدي عالم وإمامتي يعني وإمامتيها لبدا يدي إمام الكبيرين أوينا يباشران إني لباشر يا نيو قعنتوا ذا الله تجين هدم المسجد مسايد كدبنتي سب أيديهما يقاموا معهما كعن قومة الرجل واحد هل لنا استاجي سوكر الله وصل مركي الأركيس يعني سالم بن عبد الله بن عمر يا قاسم بن محمد بن أبي بكر أنت يدبوا ذي قاتل مسايد كدريحي سلدة عيوب دمينا قعنتوا ذي تذكي أردن هل مرة أم بيستاجين بس مسايد كم بالدميو على دمي لو إنه مقال وعلم بدأ صوبا أكو مرحبا وكانت يعني أكو وكان وأنفذوا ويفليين ما جاء وحي يمدوا في كتاب أمير المؤمنين وكانت وحيها تجيوش المسلمين مسلمين يعني عيد مهودي المضفرة إيه جوليستي تدق
يعني أنا إذا وقتك أيها أبواب الحصون المفضية إلى مدينة القسطنطينية علمه المسلمين توحي أهاية المضافرة إيبوليست تدق مد كونيس آني إذن يعني حين إذن وقتك أيضا أول وقتك أيضا مساجد كالدوين يلواسعين يعلمها المسلمين إيبوليست 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 وحي أهاية مد كونيسو أبواب الحصون دربيه يا البابه البابه دي المفضية إلى مدينة القسطنطينية هاي ماشي القسطنطينية اللي إلى هذا حصون تهذي الدربية هذي بيبركها قراعة يوم هاي قراعة مقالة عن القسطنطينية كسي دوية وتستولي عليها وتس يعني هاي تولي عليها متك يعني قال ابن قنيسة واحدا يعني بعد آخر واي بقيادة الأمير أمير كبا مركا هو قامين يا الباسيلي جيسيها مسلمة بن عبد الملك بن مروان وذلك يعني تمهيدا بوها لفتح القسطنطينية وذلك أرنتاسنا تمهيدا بوها يعني قبل إكبو النقضي لفتح القسطنطينية نفسها مساجد كدومينتا للدومية يا قسطنطينية فرشادة يذيبا وحو النقضي قبل إكبو النقضي سيدو النقضي فلما علم مركو أقالي ملك الروم روم بقر كذي مركو أقالي بعزم أمير المؤمنين أمير المؤمنين قصد كيسا على توسعة المسجد النبوي مساجد كنبوي أنه واسعية وينية وقصدي أشريف أحب وحوج على هذا ملك الروم أن يسانعه يعني أنه حريري أنك على معامله وهو يتقرب إليه أدو هذا بما يسره وحفرح قليني فبعث إليه وحو أصدره بمئة ألف مثقال من الذهب بقل كن أو مثقال أو ذهب وأرسل معها وحسور رعي مئة عامل بقل نن أو من أمهر البن يعني آية بنائنا في بلاد الروم بقل كن أو مثقال أو ذهب وميزانية أكفر بنا وحصدر بقل نن أو يعني الرجل كوي أو خطر سنة حاجة يعني إنجنير نماذا يفوند نماذا الرجل أي قانئ أو هم وحلاقة دسمار كلي بقول نين أو لقى صوحة له أو الرجل أقانط دسمها أي قانئ حاجة إنجنير نماذا إيوه حاجة دسمها يفوند نماذا أي قانئ لو صادر وزود وحو يعني كل صادر الرجل سوزي قال يعني وزود العمالة لمن كعماشة ها يقول يعني دسمها يقانئ وحو يعني وسو زاد وقصوا دقوا سوسي بأربعين حملا ومن الفصي فساء من الفصي فساء مرحبا من الفصي فساء كو أفرت يعني جديد الركض حملة بأربعين حملة وفصي فساء معيتها وقضاء يرير أوه وحيالها الرخام كوحة وحلوق رحيو يعني يقوليها الوق رحيو يعني أكو، حيالها كل الرأي من ذبحها له، سنة يعني طيب كاسو كل يروح ملها لوود الجيه قرحة راح أنا وصر ريوه وصر، يعني وحرة ومزاد كاسو لي نسميه زكاة يبدله سنة وقرح بنو عينا ضد إسطنبولي ملك الروم، هاي، فارس الوليد وليد واقع قبل ملك فارس الوليد وصادر ذلك كله، وحاصر ذلك كاس كله دمانت إلى عمر بن عبد العزيز بودري. ليستعين به إنه قال ما على بناء المسجد وال فأنفقه عمر وابحيه آيه وياه مساجد كيف كبحيه فأنفقه عمر عمر بن عبد العزيز وابحيه آية بمشورة القاسم بن محمد وصاحبه بمشورة القاسم بن محمد وصاحبه آيه قاسم بن محمد يعني صاحبك وسالم بن عبد الله بوكل الشورية مركز يهذين والقلين كرام مساجد ومركز على القلين مساجد كدسمه يسي رقي آت كدسمه ويقانين مساجد كدسمه يسي يكاق يبقلين ويقا دي سيدي ولقد كان وحو هذا القاسم بن محمد أشد الناس وهذا مثل وقودنا تعصيا حق الضيشدة بجده أوقي أصديق رضوان الله عليه حتى قال الناس وذاتك إكي رادان لم يلد أبو بكر موسى دلين ولدا ولد ولدك أشبه به أغيئك من هذا الفتاة ويلكوان قاسم عنك أوجئك ما بوصل لهم، فلقد أشبهه وشبه منك يعني وكشبه أشبهه أبو بكر بشبه في كرم شمائله صفات كيسون ونعسنا،
ونبل خسائله غسلوين كيسي ووويناوه إيه وصلابة إيمانه إيمان كيسا أذي كيسا وشدة ورعه يعني حلال ميرت كيسا درنانتي سواء وسماحة نفسه نفتي سا يعني سماحة ذواء إيه وسخاء يديك عنتي سديخصي نمذر وقد أصير عنه وحال قصر ربي كثير وحبضن من الأقوال والأفعال تشد له بهذا أمر خاتك عيسى من ذلك وحاكم إذا أن عربيا من هي بادية يا جاءه أيمد إلى المسجد مسايدك أيمد قاسم بن محمد بن أبو بكر بن سعد بن أيمن فقال وحجري أيما أعلمه كيبا علم بدن أنت أذيك أم سالم بن عبد الله لما دينا نين وخطرت مقالد ونكانت قدم بيس لما دينا كيبا علم بدن فتشاغل عنه وزك شغلية وكأمس وزك شغلية فعادها عليه وكعلي ولما دينا كيبا علم بدن فقال وحجري سبحان الله فعادها وكعلي كرة ثالث مرصد حاد فقال له وحجري ذاك كسالم سالم وي يا ابن أخي آية ولكن ويل كيسي وكا سالم يجلس وفد يا هناك هالكاس هالك يا يعني يا لبدي نفضل بنتو كجدة مقتة سالم بن عبد الله وكا مجلس كفدي وكي وكا مجلس كفدي فقال وحي من في المجلس ماشي يا فديو آية لله أبوه يعني لمن بربارك أبيه لمن بربارك يسا إلهي بوصونا ذي لله إلهي بوصونا ذي أبوه أبيه آية وكاو مرحبا يا مجلس كفردي مركب تطبع لفردي يا كعوتك بي مركب كعوت مجلس كاسو فردي آية لقد كريها وحون نعي أن يقول إنه يلا لقاسم أنا أعلم منه أنا كعلم بدن وفيزكي نفسه نفتي سوء أمان حدو يلا أنا كعلم بدن نفتي سوء أمان يا وكريها وحوك لون عين يقول إنه يهو أعلم من أسرع إلى علم بدن وفيكذب وبان شيء قوي وكان وحو هذا أعلم من سالم قوي لبده هذا مركي لفيريو قاسم يا سالم قاسم بعلم بدن قوي هاي قاسم بن محمد بعلم بدن مركي وسك إلى لنا يا ولقد ربيا ولقد رؤيا ولا أركي ذات مرة بمنن من أسرع وجو وأهل الأمصار مجالوينك دتك كيم مجالوينك ومن حجاج بيت الله إلهي بيتك تكون سو حجيانا يضيقون عليه من كل جانب يطبقون عليه أي دبوليا عليه دشيت من كل جانب إن عكسي وغيمان وهم أيه يسألونه ويويدينيا فكان يجيبه وجوابه يا بما يعلم وحقرني ويقول له وحولي فيما لا يعلم وحقرني لا أدري ما قرني لا أعلم ما قرني لا أدري ما قرني ولا وحقرني قرني فأخذهم وحاقبت منه يعني حق يسأل عجب فأخذهم منه العجب ويليابين فقال لهم حبيل هذه ما نعلمه أيه فقال لهم ها فقال لهم حويري ما نعلمه كل ما تسألون عنه وحال واحدنا سؤال يسأل نوردن ما قرنينه ولو علمناه هذا وذا قرنينه ها ما كتمناه ما نقرنين واحد سؤال يسويدين بنانو أنا كتبه إذا قرنا نو بنان علم هذا إلا قرية وبحارانه ولأن يعيش الرجل ننكو إنه نول هذا جاهلا إنه كن نول هذا بعد أن يعرف مركو قرتي حق الله عليه إلهي حقي سو كل يا خير له وخير بدن من أن يقول إنه إلى هذا ما لا يعلم وحسن وقيم إنه جاهل لما كن نول هذا وخير بدن وحسن قرنين إنه شاقو إلى ساسي ساسوي شيء مركّع يعني مسائل اللي هو يديه مدي أذكرنا سنة وين أذكرت مدي أذكرني وين أسرع الله أعلم لا أعلم وين أسرع حيالي لا أعلم علم جاي كم تايب بدي مثلاً إذا أذكرني إن هذا أسرع الله أعلم علم جاي أقوم كم تايب نك عالم كأوحال كلام كيزادين لجوا يا الله أعلم أي أي ذلّد مقالته أراه دي سويس برحيوتا هذا الكيس الله الله قادنا ينفع لما نغني دون يعني لا أعلم بلاهين وحكست دون كجوابي عكستهم وحكست وإنا تقانوا معقول بما مرك وحكست وان قرنا يا هذا ترى هذا مشاكل وان مشاكل وحكست الغوص سؤال كست الغوك إنه إنا ترى هذا وان كجوابي توه خلق هاي لي إن أمباد قرنا إذا أنت كلا هذا ولا هذا وان جوابي رأي أمبادك وحين سموه كل إنا هذا تقانوا معقول ما تذكر نوع علم ماذا هنا ترى هذا نواخلد ما ودين كتب واي
حين نبي الله موسى والنبي إلهي هاي وحي بسوا دقي كتاب كل سيء باب الغد قال مركو إيران هذا هو علمك ملعنه الناس يا موسى مركي لي موسى ودك يا علم بدن أنا هو علمك إلهي وأكون دقال وحوري أدون أنا جا أكثر من هذا وماشى مجمع البحرين اللي إذا جوجو يا علم منك كعلم بدن أخذ ردي إلى موسى أرتي بدي وصف ري بدي سما يا وصف ري ومركا أو خلدر قط جواه وعجائب إذا حمرت أصي خل يعني هاي نبي موسى يخلدر وعني وحبار ده حمر جواه لاكوا مركا وين أثر هذا مركا وين أثر هذا لا أعلم إيه لا أدري وين اللجوين سؤال يعني جوابت هذا وين اللجوين إن بدن وين أصدر توه هكا مرحبا وهذا يعني آد ويا بدن ضد يعني علماء شغنا إن مال ضد كوفر يزنيا مجلس إدلبا وحلو فريزنيا يعني للمسائل مسائل نور بوح الربع صغر مسائلها ما أنت على فريزنيا بري بالون غنيا برد أنت وحلي جوا يعني كذا جواب يا نور بمسألة الربع شو بركاسو نور بوح الربع سؤال يا وعاسو عالم هيتاي وحلا لي هاي مداس وما قررنا إنه لا ندرينا مجلته مسألة دي اللي صوق ربه ولا جوابه هاي تاسو بالكورة دي سو مشاكل ما هو عاجبا هو أحيا بنا انت تاسو دن دليل كورة إنا تقول هاي سما يعني هداد انك لبركة جوابته بركة كالتون دي والرأي وحلا لساي ساوي والرأي ما ها سواب ما مشاكل وين وفي ذات مرة محاضرات كمسائش اللي هو بحنا يي كتبت الأغرنة يفرق وين باود حي كتاب كالأغرنة يقف صهرت كتاب كأو أغرنة يو مركب كوبات كتاب كسنة بيقول يهرت كتاب كأو أخر تقف ولا أغري نشاق أو أغري كتاب كمركب شيخ يسوي أغري يعني وابا كتاب كأو برتاي أو لا أغري يدي لقاب يا بشيخ يس حتى يو كتب جيسي كتاب علماء ده هرم لوود الأغرين جري علماء لوود الأغرين جري ولا كده يسنجر كو قراءة عليه فاللوغة قادم جري سوما مركا كتاب كاس أديل اللوو أغريهم بعد أغرين إيسا كتاب كاس مركا وحا اللوحي مركا تحديسة كوو أتكاثو تصوير مسألة دي كوو أتكاثنا مركا من لغاية أبا مسألة ونكا جوب ستين لها المسألة دي أسنا ون تصوير اللور هذي أما كتب تلقى بارو وطاس يعني وهرته وكتاب لوو أغريوه وحا اللوو أغريه وحا نهي نورته إسكما أغرين إيسا marka tan aan majliska fariisaneeso oo yaani dadka ina su'aalaha uga jawaabta aad u fariisaneeso cilmigaaga aad u kutubti aad soo akhrisay waxaan dadku ku weydiinayaan kumaada soo woono mar cid cilmi wada koobi kartana ma jiro marka hadaad meesha fariisato tiraado dadko dhan intii la eeclaamiyo dadka idinha imaadeen magaalada joog nin walba wuxuu rabaa soo sheegta hadii leeyda bal ka waran ummada meesha fadhido oo farada badan yaani nin aqoonta adiga kulamida nin adiga ka dheereey mid ka cilmiyar mid jahil waxba garanay intaas isugu jira markaas kulliga su'aalaha soo qadimaya nin walba masalo keenaya sadex markaa kulliga ugu wada jawaab kartaa kulliga ma jawaab kartaa taatira kulliga wankooda jawaabina waa qalad ya waa surta kala ma taas waa jahliga mid oo wuxunu wa fi dhati marratin ya uhida ilayhi bi qismati sadaqat qasim bin muhammad ayaa waxaa loo dhiibay oo loo wakaasay mar mararka kamida biqismati sadaqat sadaqatka inuu qaybiyo yani zakada uu dadka u qaybiyo bayna mustahiqiha inuu u qaybiyo fajtahada wuu ijtihaaday fi dalika ma wasi'ahu alijtihaad intuu dadaalka u surtoobi karay buu dadaalay oo dadkiiba u qaybiyo wa acdaa wuu siiyo kulladii xaqin xaqahu buu siiyey gayra ana axadahum mid kamida dadkii wax la siinaya lam yarda muusa raadi noqoni can nasiibihi الذي أعطي له وحي الذي يبه فوق العواية فأتاه وإيمد إلى المسجد مساجد كأسوى جوا الحال هو قائم يصلي قاسم بن محمد بن أكبر وانتو قيب كي دمي مساجد كيسكتك يو صلاة كجره أي أتري وجعله حقودك لي يتكلم إنه هذا لي في أمر صدقته قاسم ماشو كتو كان صلاة بكجره نين كانوا يعني قسم دي سيكمون قنعينه وقنع لأيه مركاسو هذا لي أنا حقي قل لي اسمه سين يعني أساسه لي فقال له ابنه ويلكي سيبا الله الليو قاسم بن محمد ويلكي سيبا الله جوغيب الله الليو حوير والله إنك أدو الله تتكلم واتها الليسا في رجل نمبا الله الليسا
ما نال أن كهل أن كجاري من صدقتكم زكديني درهما ولا دانقون نن أن كذا حوله لقيبنا يحل شيلنا أن كقادني دانقنا أن كقادني بستين وعني أوكى وحو كقادني كبينا حتى كم قادم نن كاسة هذا زكدي ساسة هيدي حقه اللي مثل الله ما كاسة وحبو روح ساسة وعمل كمون قادني أي فأوجز يعني ولا أصاب أن كأسيبين ومن هذا نقد حق هذا تمرة واحدة حبت تمرة كمون هل فأوجز وقابي القاسم وقاسم سلاده وسلاده سيبو مركو ويل كي تهال كيسي مغلي سلاده بسو قابي والتفت إلى ابنه ويل كيسي ومن عصره وقال وحر يا بني ويل كيو لا تتكلم أقوال بعد اليوم فيما لا تعلم وحاذا أوين أقوال إن أنسى نقد وحكا أسيبين إنك لم حدك وقتالك آي وحاذا أوين حقو حدلين وحاذك هو شيء wiilkiisu marka amaanta aad asaga la amaanayuu diiday oo ogyahay sidoo wiilku sheegay weebiye oo shilin bakamoon qaaday xabati mar kamoon qaadanayne laakiin amaanta asu diidaya markaas uu maxaa uu hadlaysaa waxa uu ogeyn baad oo wiilkiisu wacnaantay waxa uu hadlay faqala naasu dadkii meeshii joogaa waxay yiraahdeen sadaqa ibnuhu wiilkiisa rubu sheegaya shilin kamoon qaadanay shilin ay shilin kamoon helin walaakinahu asagu hadda hadalka wuxuu u leeyahay araadu wuxuu doonayaa ya مرحبا أن يعني ولكنه أسوأ أراد وحدونيا أن يربيه ويلك إنه تربيه يدوني إنه ويلك تربيه يدوني يا إنه هذا الإسكبه وهذا أبو لي هبل واحد واحد مون حبك مون قادني واحد جديدية واحد أبين الناس كإلى لسه ويلك تربيني يا مو يعني شنو ويلك شيء جاي وأن يحفظ إنه كعبد لسانه وعرب كيسا من التوسع في الكلام هذا إنه إسكهر هذا الله ويلك إسكهر الله يدوني يا ويلك تربيني وقد عمر سالم بن محمد والعمر سي حتى نيف على الثانية يعني على الثانية وسبعين إلى أضافي يعني تضواتا إلى الله سنة لكنه كف وين كف يعني كف بسره أرجبه يعني يبالي وهو شيخ كبير وقت جدا وين دبالي وفي آخر سنة من حياته سنة يوجد بينه لشيسة قصده حقوقه يعني ما كتبه حقوقه يريد الحج أسقى دوني وفي ما وقته هو أسقى وفي بعض طريقه وقص وياه أتاه اليقين جريد بأطمي سوى حاجة أيه جريد أطمي فلما أحسب لي يعني أجلي أجل كمركو ضريمي التفت إلى ابني ويل كيسوم العسل وقال وحي إذا أنا مت هدان دنتو فكفنني فكفن أي فكفنني كفنو بثيابي دركي يجو كفن دركي يجو كفن التي كنت أصلي فيها أن كنت كني قميصي إبو كفن يو إزاري هزقنت جيجا والردائي جو أي فذلك كاس يعني فذلك كاس وكان وحو هذا كفن جدك أبي بكر أبي بكر كفن كيسي بقى نوع عاصر دركي وقبي وكنت كني يبقى لو كفن إذا بكر أي علم مد عصب هاي سو جدنا مد كعصب دتك يعني دتك النول بكوف يعني هاي أنا كل ميت بان هاي ما الله دقي يعيد عوني سه dalkan duugo caadi ah oo biyo ii mariyo ii daqo igu kafana taas uu isoo bakar Soomaa marka darkii aan qabay oo ku tukanay igu kafan fadaalika kafanu yaani ay kaanu wuxuu aday kafanu jaddika Abi Bakr thumma sawi alayya lahdi marka si fiican ciida sidaas eelka marka aad idigto saas ciida igu sin way wal haq bi ahlika ahlkaaga halal oo reerki aad wa iyyakum adinkay waxaan u kala digaya an taqifu ala qabri eelkaaga hadhow marka uu tagto qabrigana tusbay ku dhigi doonaan qabrigeega inaad hadhow istaartaan ama waqti dambe marka aad unsaban dambe imaataan oo taquulu atiraadaan kaana wa kaana saasu waa hanjiri saasu waa wuu cibaado badna kan waa inaad idhaahdaan baan kaaga degaya fama kuntu ma nahani shay'an waxaan ahaday ma jiree iska ilaali arintaas hadhihina hadhow saasu leeyahay tawaduc buu leeyahay ay radiyallahu anhu wa ardaahu